لكن في معنى تاني كمان في موت أولاد النبي مهم قوي. إيه هو؟ أصل كل حد في الأمة لازم يبقى له حتة حب مع رسول الله. الآباء والأمهات اللي بيموتوا ولادهم أقول لهم وأعزيهم وأقول لهم إيه؟ وأنا عارف إن دي أقصى حاجة تتاخد من بني آدم، ابنه ضناه، أقول له النبي مات له ولدين وهيموت له ولد بعد كده. عايز أقول له إيه؟ ما تزعلش، توكل على الله، رسولك حصل له كده. فاكرين لما قلنا امبارح ربما منعك ليعطيك، احيانا يمنع منك حاجه عشان هيديك حاجه احلى. معنى مهم قوي يعني نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا يا جماعه نتوكل على الله، والله حتى اللي مات له ابن، احيانا امي مات لها ابن تبكي عليه وهي ما كانتش عارفه، يمكن لو كان عاش كان هيعيش عاصي وما يتكتبش من اهل الجنه ابدا، فيموت الولد صغير، فعشان مات صغير نندفع نبعت له حسنات وحسنات 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 فيتكتب من أهل الجنة، وما كانش هيتكتبها لو ما كانش مات، فيكتب من في أهل الجنة، ومن كتر ما أمه وأبوه بعتوا له حسنات يتغفر لهم هم كمان، يتكتبوا هم الثلاثة جيران النبي في الجنة. ربما منعك ليعطيك، ربما منعك ليعطيك.